ولد محمد بن الحسن الوزاني عام 1910 بالعاصمة العلمية للمغرب مدينة فاس داخل أسرة وطنية محافظة. شاب فاسي عاشق الجلباب ودرس العلوم الشرعية بجامعة القرويين، ومع حلول سنة 1927 شد الرحال صوب الديار الفرنسية، وهناك حصل على شهادة البكالوريا، ثم التحق بالمدرسة الحرة للعلوم السياسية، وهو أول مغربي يحصل على الإجازة في هذه العلوم. كما درس الصحافة والتاريخ، فكرس وقته لتحصيل العلم والنهل من معارف بلد الأنوار، وبرهن على نبوغ مبكر في عالم الفكر والسياسة. توجه برسالة دكتوراه أعدها في سويسرا، هناك حيث بدأ احتكاكه بالصحافة الفرنكوفونية، فتفاعل مع روادها ونشر بها أولى مقالاته، حيث التقى شكيب أرسلان ومكث معه ليصبح عضوا في هيئة تحرير مجلة الأمة العربية، قبل أن يؤسس جريدته في غشت 1933 والتي حملت اسم عمل الشعب وكانت أول صحيفة مغربية.